لمناقشة الأزمة الاقتصادية في العراق وانعكاساتها على الوضع العام، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي. دكتور خضير، مرحبا بكم. لنبدأ من التصريحات الحكومية طبعا الشبه يومية تؤكد أن العراق يتعرض لأزمة اقتصادية خانقة وخطيرة. دكتور، هل العراق أمام انهيار اقتصادي وشيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على أسعار النفط، ونتيجة انخفاض هذه الأسعار إلى حدود لم يسبق لها أن حصلت، فإن العراق سيمر حتما بهذه الأزمة، وإنها قريبة الحصول خلال هذه الفترة الحالية. طيب دكتور، الحكومة تعزو الأسباب لهبوط أسعار النفط كما تفضلتم قبل قليل، لكن هل من الممكن تجاوز أزمة أسعار النفط وبالتالي تقليل تأثيرها على الاقتصاد العراقي؟ الحقيقة حينما أشرت إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط برفض الموازنات الاقتصادية له بما يشكل نسبة 97%، هذا واقع حال، لكنه بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي المتأتي من جراء انخفاض هذا النفط، فإن هناك العائق الأكبر الذي منيت به الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن هو الفساد الإداري والمالي الذي استأثرت به تلك الحكومات، وأفسدت على العراق إمكانية خلق التراكمات المالية لمواجهة أي انخفاض يحصل في أسعار النفط. هذا هو السبب الرئيسي الكبير الذي استشرى منذ 2003 ولحد الآن، وأدى إلى هدر كثير من الأموال التي توفرت نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام غير مسبوقة سابقا، بحيث أن هناك أكثر من تريليون دولار قد هدر أثناء هذه الفترات، والتي لم تستطع من خلاله الحكومات أن توجه الاقتصاد العراقي بالأسلوب المتوازن نتيجة لضعف الإدارة ونظرتها القاصرة، ثم إلى عدم وجود الفكر الاقتصادي الذي يؤطر حركة نمو الاقتصاد في العراق، مما أدى إلى إضعاف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي والخدمي، وتلك القطاعات كان لها أن تأخذ دورها لو أن الحكومة استطاعت أن تبلور وضعا استراتيجيا من شأنه أن يحقق رافد كبير إلى الاقتصاد إضافة إلى النفط. دكتور، مع هذا العجز الكبير في الميزانية، لو نتحدث عن الحلول، ما المتوفر فعله لسد رواتب الموظفين على الأقل رواتب الموظفين، خاصة أن هناك ربما تصريحات من جهات مسؤولة في الحكومة الحالية وفي البرلمان يقولون بأن تأمين الرواتب هو فقط لهذا الشهر فقط؟ الحقيقة استمعت إلى مثل هذه التصريحات بأن الرواتب متوافرة لشهر نيسان فقط، أما الأشهر الأخرى ستعاني منها الحكومة. لذلك إن الحل الأمثل على المدى المنظور يكمن في إلغاء كثير من المصروفات التشغيلية التي كانت تثقل كاهل الموازنات التشغيلية بأكثر من 70% خلال هذه السنوات،
وعلى سبيل المثال أستطيع القول بالرواتب التي تدفع للخدمات الجهادية والتي تمثل الأشخاص المرتبطون بالأحزاب والتكتلات والفصائل المرتبطة بالدولة، وهؤلاء أغلبهم في خارج العراق. ثم الرواتب المرتبطة بشريحة رفح، وهذه الشريحة أيضا خارج العراق وتستحوذ على رواتب كثيرة. ثم الجانب الثالث والمهم هو الرواتب للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث ورواتب المتقاعدين من النواب والوزراء والدرجات الخاصة والتي حصلوا عليها بمجرد وجودهم في البرلمان لأربع سنوات، وحصلوا على الملايين من الدولارات كرواتب لهم. وهذه تشكل حجما كبير في الموازنة التشغيلية للبلاد. فإلغاء مثل هذه الرواتب من شأنه أن يحقق للطبقات، طبقات الموظفين، الرواتب للأشهر القادمة. ثم يأتي وجهة النظر للأبعاد على المستوى الاستراتيجي لبناء وتحقيق الموارد المالية التي تتأتى من كثير من الروافد الأخرى كالجمارك والمنافذ الحدودية والتي لم تعزز موازنة العراق نتيجة الاستحواذ الميليشيات والعناصر غير الحكومية على هذه الأموال، طبعا إضافة إلى ما يتعلق بتهريب النفط لمصالحهم الشخصية ورغباتهم بتحقيق كثير من جوانب الفساد التي انتشرت في البلاد. من عمان الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكم.